تتعرض البنى التحتية والمراكز الحيوية في سوريا منذ 5 سنوات إلى قصف ممنهج من قبل قوات النظام السوري وطيران العدو الروسي. مع نهاية شهر أيلول من العام الحالي، وثقت مجموعة من الناشطين المدنيين وقوع ما لا يقل عن 96 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية. بحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن قوات النظام استهدفت 48 مركزاً حيوياً، في حين استهدفت القوات الروسية 39 مركزاً. تنظيم الدولة أيضاً ارتكب حادثة واحدة، والفصائل السورية ارتكبت حادثتين اثنتين وثمانية حوادث على يد قوات التحالف الدولي. أما طبيعة المراكز الحيوية والمدنية المعتدى عليها في أيلول، فتتوزع إلى 40 من البنى التحتية و15 من المراكز الحيوية التربوية و18 من المراكز الحيوية الدينية و8 مراكز طبية ومركز ثقافي واحد، بالإضافة إلى 11 مربعاً من المربعات السكانية. كما تم تدمير مخيمين تابعين لمخيمات اللاجئين ومركزين تابعين للهلال الأحمر. وتقع المراكز الحيوية التي تم استهدافها في كل من إدلب ودرعا وريف دمشق وحلب وريف حمص ودير الزور وحما. وأكد التقرير أن التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز، سواء قبل أو أثناء الهجوم.